السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعرف على طريقة الشراء من موقع سوق.com. هنبدأ في عملية الشراء. اختار أي شيء أنت محتاجه، مثلا ليكن ده، أضف إلى العرب، هنضغط تابع عملية الشراء. لو كان ليك حساب على سوق.com هتفضل تكتبه هنا. إذا كنت أول مرة تزور الموقع هتضغط هنا سجل الآن، هتملأ بياناتك وتضغط سجل. بعد ذلك سوف يتم احتساب ثمن الكتاب مع مصاريف الشحن، ثم بعد ذلك سوف يظهر لك تأكيد لعملية طلبك للمنتج، ثم بعد ذلك هيظهر لك وسائل الدفع المتاحة مثل الدفع برقم بطاقة الاطمئنان مثل الفيزا او الماستر كارد، او الدفع عن طريق نظام الاقساط، بس يشترط ان يكون المبلغ المطلوب اكتر من 500 جنيه، او الدفع عند الاستلام، او بطاقات كاش يو. ثم بعد ذلك هيطلب منك رقم التليفون ويرسل لك كود التفعيل. والان تمت عملية الشراء بنجاح، ويمكن التأكد من عملية الشراء عن طريق الإيميل الذي وضعته عند التسجيل في البداية. يمكنك الانتظار ومتابعة إيميلك حتى يتم توصيل طلبك بنجاح.